دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية معنا الآن من القدس المحتلة. أحييك إذن دانا. يبدو أن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الشبان والقُصر ما زالت مستمرة. حدثينا عما يجري من تفاصيل، وخاصة بإطلاق الرصاص الحي على واحد من الأطفال هناك. صحيح، دعنا بعد التحية نوضح أن سلوان من أكثر البلدات استهدافا من قبل قوات الاحتلال، بل ومن قبل المستوطنين، خاصة بعد افتتاح الجسر المعلق الهوائي الذي أصبحت هذه المنطقة مقصدا وملاذا للمستوطنين وللسياح أيضا في المنطقة هناك. لذلك تشهد هذه المدينة تواجد مكثف تعزيزات عسكرية كل يوم من قبل شرطة الاحتلال لتأمين هؤلاء المستوطنين. لذلك في كل يوم عادة وكأنه مسلسل يومي يكون هنالك مواجهات ما بين الشبان وبين جيش الاحتلال. أمس كان هنالك مواجهات ما بين الشبان بين قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية تجاه المواطنين وأطلقت أيضا الأعيرة المطاطية، بل وصل فيها الحال إلى إطلاق الرصاص الحي بين المدنيين والعزل. الطفل البالغ من العمر 15 عاما وهو عبد عامر الزغل من بلدة سلوان كان قد أصيب برصاص جندي من وحدة ما تسمى حرس الحدود، وكان قد أفرغ ذخيرة كاملة باتجاه القسم العلوي للطفل. هذا يعني أن هذه عملية إعدام ميداني مباشر. وصفت جراح الطفل بالحرجة جدا، حاول الشبان تقديم الإسعافات إليه ولكنه كان قد فقد الوعي. بل ولم تكتفي قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليه، بل قامت باعتقاله وهو مصاب وحولته إلى مستشفى هداسة عين كرم. أجريت إليه العديد من العمليات، ولكن حسب التقارير الطبية فالوضع حرج جدا، وذلك بسبب أن هناك إصابة مباشرة بالرصاص الحي في منطقة الرأس. في بداية الحديث كان أن الرصاص هذا هو لمستوطن، ولكن جاء ضابط شرطة الاحتلال إلى المنطقة وقام بمصادرة سلاح جندي من حرس الحدود بسبب إطلاق كمية كبيرة. يبدو أن هذه الجرائم الإسرائيلية ليست فقط يعني ضد الأماكن، لكن أيضا ضد المواطنين وخاصة أو حتى الأطفال والشبان والقُصر. أشكرك على هذه التفاصيل من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. شكرا لك دانا.